السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلبة والطالبات، الصف الخامس الابتدائي، الوحدة الأولى في الصف الخامس الابتدائي منهج الدراسات الاجتماعية. خدنا في الوحدة الأولى اللي هي الموارد الطبيعية في مصر، خدنا الدرس التمهيدي أنواع الموارد، هتلاقوه عندكم في قناة أجيال أندلس، وبرضو الدرس الأول، وخدنا الدرس الثاني، والنهاردة معانا إن شاء الله آخر دروس الوحدة الأولى الدرس الثالث، وهو بيتكلم عن مصادر الطاقة وتنميتها. الدروس دي كلها تلاقوها في قناة أجيال أندلس في قوائم التشغيل الصف الخامس ابتدائي الترم الأول. هنبتدي النهاردة درس جديد وبسيط، مصادر الطاقة وتنميتها. قبل كل شيء، يعني إيه كلمة طاقة؟ هي كل ما ينتج من احتراق الوقود أو حرارة الشمس أو الرياح أو تساقط المياه أو حركة الأمواج، كلها دي طاقة. أنت نفسك ما تقدرش تعيش في الدنيا من غير طاقة. تنقسم الطاقة إلى قسمين، مصادر طاقة غير متجددة ومصادر طاقة إيه؟ متجددة. الغير متجددة هي المصادر التي تنفذ باستهلاك الإنسان إيه؟ لها، ولا يمكن تعوضها مرة تانية. يعني مثلا الفحم، البترول، الغاز، كل الكلام دي مصادر طاقة إيه؟ غير متجددة. أما المتجددة دي مصادر لا تنفذ باستهلاكها، زي إيه؟ زي الشمس، ما ينفعش أصحى الصبح من غير الشمس، المية، الهواء اللي هو طاقة الرياح، كل دي حاجات ربنا عز وجل خلقها لنا ما نقدرش نستغنى عنها، عشان كده متجدد. لكن ممكن البترول يخلص، يعني ما كانش موجود قبل كده، الغاز يخلص، الحاجات دي كلها. يبقى عندي مصادر الطاقه نوعين، ها، متجدده وغير متجدده وغير متجدده. نيجي بقى نشوف اول مصادر الطاقه الغير متجدده. اول حاجه عندنا الفحم. نعرف الفحم موجود فين. الفحم ينتشر في شمال سيناء، على الخريطه قدام حضراتكم اهو، اللي هو ايه؟ جبل المغاره، بتيجي في الامتحان اختياري او اكمل. أهمية الفحم، يستخدم في صناعة الصلب ويستورد منه الكثير، ايوه يستورد منه في الخارج. هنا في سؤال، بما تفسر يعد الفحم أقل أهمية اقتصادية من البترول والغاز الطبيعي؟ ليه؟ لأنه يلوث البيئة. عندما يحترق يخرج منه كمية كبيرة جدا من غاز ثاني أكسيد الكربون، يبقى جبل المغارة هو اللي فيه الفحم. ده أول مصدر مصادر الطاقة الغير متجددة. تاني مصدر عندنا البترول، يستخرج من حقول برية وبحرية، ويتركز إنتاجه في أكتر مكان مشهور فيه خليج السويس اللي هي والمناطق المحيطة به زي بلعام بحري وبلعام بري والكلام ده كله، وشمال الصحراء الغربية. يبقى ده موجود في خليج إيه؟ السويس، قدام حضراتكم في الخريطة. نيجي بقى نشوف أهمية البترول إيه؟ هل البترول أهمية في حياتنا؟ طبعا مصدر رئيسي للطاقة. اتنين، يتم تكييره فيعطي مشتقات كتير جدا زي بنزين، سولار، المازوت بالاضافه اللي بيدينا بعض الخامات تستخدم في البلاستيك. طب هنا تكرير البترول، يعني كلمه تكرير البترول زي مثلا ما بنجيب حاجه ونكررها او بنصفيها، ده بيتم فيه فصل مكونات البترول عن الزيت الاصلي عشان يبقى فيه بترول خام. ده بالنسبه للبترول. ثالث مصدر عندنا مصادر الطاقه الغير متجدده اللي هو الغاز. يوجد الغاز الطبيعي في مصر في حقول، يا اما لوحده مستقل لوحده، يا اما مع البترول، ودايما الغاز اخف فبيبقى فوق البترول. اشهر منطقه في استخراج الغاز حقل ابو ماضي في شمال الدلتا، ده احد الحقول الرئيسيه لانتاج الغاز الطبيعي. حقل ايه؟ ابو ماضي، قدامنا في الخريطه اهوت، اشهر حقل في الدلتا. نيجي بعد كده لاهميه الغاز الطبيعي. هل الغاز الطبيعي اهميه في حياتنا؟ طبعا. واحد، الأغراض المنزلية. اتنين، توليد الكهرباء الحرارية. تلاتة، وقود لبعض وسائل المواصلات. يبقى دي أهمية الغاز، يستخدم الغاز في حاجات كتيرة جدا زي الأغراض المنزلية، توليد الكهرباء، وقود لبعض السيارات أو وسائل المواصلات. المعلومات اللي هي الإسرائيلية ما بتجيش في الامتحانات، بس نعرفها، بدأ استخدام الكهرباء في أوائل القرن العشرين، تم استخدامه في الصناعة 1930، وتنقسم إلى نوعين، كهرباء حرارية ومائية، وده معلومة إسرائيلية بس. وتتولد الكهرباء الحرارية نتيجة احتراق فحم وغاز وبترول. أهم مكان ليها أو محطة لها شبرا الخيمة والقاهرة، ودي حاجات بس للمعرفة. لما نشوف الأسئلة دي كده، من مصادر الطاقة الغير متجددة البترول والفحم، يتم استخراج الفحم من جبل المغارة، حقل نقط أهم حقل الغاز، حقول الغاز اللي هو أبو ماضي. طب بما تفسر الفحم أقل أهمية اقتصادية للبترول لأنه يلوث ويخرج منه ثاني اكسيد الكربون. طبعا قارن بين البترول والغاز الطبيعي حيث الاهميه، هنجيب اهميه البترول واهميه الغاز، ودي سهله جدا احنا خدناها من شويه. نشوف بقى النوع الثاني، مصادر الطاقه المتجدده لا غنى عنها. اول حاجه الشمس. الشمس تستخدم في تسخين المياه والاغراض
المنزلية. يعني مثلا ان الشمس ممكن استخدمها كطاقة شمسية اللي استخدمها في حياتي، اه طبعا بعملها في اغراض منزلية كتير وتسخين المياه. ايه كمان؟ طاقة مميزة لانها نظيفة ودائمة، وربنا عز وجل الشمس دي بتجيب لنا الضوء والحرارة. تمتاز مصر مشهورة جدا بسطوع الشمس طوال العام سواء عندنا في الجنوب او في الشمال. تاني مصدر مصادر الطاقة المتجددة الرياح، اللي هي دورات الرياح بقى، واشهر منطقة هناك في توليد الكهرباء من الرياح هي منطقة مشهورة جدا، منطقة الزعفرانة، بتيجي في الامتحانات كتيرة قوي. اهمية الرياح تستخدم في توليد الكهرباء، يبقى الرياح تستخدم في توليد ايه؟ الكهرباء. عشان كده اشهر منطقة في خليج السويس هي على خليج السويس، هي منطقة الزعفرانة، من اشهر المناطق في توليد الطاقة الكهربائية من الرياح. المياه من الطاقة المتجددة تستخدم مصر، السدود عندنا سد العالي، عندنا قناة الكيزة، قناة الخيرية بتولد الكهرباء، ومصر أول دولة في الوطن العربي إنتاج الطاقة إيه؟ الكهرومائية، الناتجة من المية عن طريق السد العالي، عن طريق بعض القناطر. طب يعني إيه الكهرومائية؟ هي الكهرباء المائية المولدة من السدود والقناطر والخزانات، يبقى طاقة بولدها من سدود وقناطر وخزانات يبقى اسمها الطاقة الكهرومائية، الطاقة الإيه؟ الكهرومائية. اهم محطات الطاقه بقى الكهرومائيه عندنا محطه كهرباء السد العالي، ومحطه كهرباء خزان اسوان، وكهرباء قناه الاسنا. دي محطات توليد الطاقه كهرومائيه، واسنا فيها قنطرتين، خلاص القناه القديمه والقناه الحديثه اللي بتولد منها الكهرباء. طب الطاقه المتجدده هل لها ميزه في حياتنا؟ اول ميزه اللي هي طاقه ايه؟ نظيفه لا تلوث البيئه، ويا ريت كلنا نستخدم الطاقه النظيفه. عيوبها الوحيد اللي هي عاوزه وسائل كتيره وتكنولوجيا كبيره ورؤوس اموال كبيره وفلوس كتير عشان نعملها في حياتنا. طبعا معظم اوروبا بتستخدم الطاقه النظيفه دلوقتي. جهود الدوله ايه؟ الدوله بتعمل ايه عشان تنمي الطاقه؟ بتهتم بالبحث العلمي في مجال استخدام الطاقه، علماء كتير جدا بيبحثوا في الطاقه، احنا عندنا اماكن كتير الموضوع ده. تشجيع المستثمرين اللي يجي يستثمروا في البحث والتنقيب عن حقول البترول عندنا والغاز الطبيعي عشان يطلعوه ونقدر نستفاد منه. ترشيد استهلاك الطاقة، اللي احنا نرشد استهلاك الطاقة ازاي؟ نخش البيت مثلا، دخلنا البيت النهاردة لقينا اللمبات كتير مفتوح، نعمل ايه؟ نخف اللمبات شوية. طب تعتبر الطاقة الشمسية طاقة المستقبل صح ولا غلط؟ صح، لأن طاقة تعتبر الطاقة الشمسية طاقة المستقبل لمصر. ليه؟ لأنها طاقة نظيفة لا تلوث البيئة، وفي نفس الوقت موجودة عندنا لأن مصر مشهورة بسطوع الشمس. جهود الدولة في تنمية الطاقة اللي احنا قلنا عليها من شوية، الاهتمام بالبحث العلمي، تشجيع المستثمرين، وترشيد الاستهلاك. المفاهيم الهامة: الطاقة كل ما ينتج من احتراق الوقود أو الحرارة الشمس أو الرياح أو تساقط إيه؟ المياه أو الأمواج. أما الطاقة الغير متجددة اللي هي تنفذ باستهلاكها، ما تقدرش تعوضها تاني، لكن المتجددة إيه؟ لا تنفذ. طب تكرير البترول من أشهر الحاجات اللي جت في الامتحانات، أكتب مفهوم من هذه العبارة. عملية يتم فيها فصل مكونات البترول عن الزيت الأصلي. طب الكهرومائية مولدة من؟ السدود والقناطر والايه؟ والخزانات. ده كان كل الدرس بتاع النهارده واخر درس في الوحده. ده طبعا عندنا في المذكره بتاعتنا اهوت، اللي هو الفحم والبترول، وعرفنا يعني ايه كلمه تكرير البترول، وبعد كده عندنا الغاز الطبيعي والكهرباء كلها، وعرفنا الشمس وطاقه الرياح كلها طاقات متجدده. هنركز شويه ونعرف يعني ايه قنطره. ده جسم بيعترض مجرى النهر عشان يرفع مستوى الميه، تقدر نولد بها الكهرباء، والسد جسم يعترض مجرى النهر ويولد الكهرباء. من عيوب الطاقه المتجدده زي ما احنا اتفقنا ارتفاع درجه ارتفاع سعر التكنولوجيا، او يحتاج الى وسائل تكنولوجيا عديده. دي كانت كل الاسئله الهامه، ودي جهود الدوله، دي اهميه السدود والقناطر. يعني مثلا سؤال: بما تفسر ارتفاع ثمن الطاقه المتجدده لانها تحتاج الى وسائل تكنولوجيا عاليه؟ الفحم اقل اهميه لان ثقيل الوزن وفي نفس الوقت يلوث البيئه. استخدام الطاقه المتجدده في تسخين المياه والاغراض المنزليه لانها طاقه نظيفه غير ضاره وغاليه الثمن برضو، عشان كده استخدامنا ضعيف فيه. دي الاسئله اللي هنسيبها لكم ان شاء الله في مدونات اجيال اندلس، والحاجات دي كلها هتلاقي كل الكلام ده في اجيالاندلس.com، وهتلاقي في قناه اجيال اندلس. بكده انتهينا من الوحده الاولى اللي هي الموارد الطبيعيه في مصر، خدنا الدرس التمهيدي والدرس الاول والثاني والثالث. ان شاء الله انتظرونا في كل جديد ان شاء الله على قناه اجيال الاندلس. في امان الله. اشترك في القناة وفعل زر الإشعارات، وأيضا لا تنسى دعمنا بلايك.